اه يعني اول سنه عشان بس كله يفتكر هي كانت ايه، كانت السنه بتاعت 3 دقات. ما اعرفش انتوا قولوا إيه اللي جاي. افلاطوني ان شاء الله. اهلا بيكو. اكيد انا بحضر المهرجان كل سنه لانه المهرجان ده is our baby يعني، وهو المهرجان تقريبا ابتدى مع بدايه ما انا بمثل، فبس فدايما بكون حريصه ان انا احضره. هو كل سنه بيبقى موده غير عن كل سنه لان هو كان زمان دايما في الصيف، السنه اللي فاتت كان في شتاء صريح، السنه دي في خريف، ولسه انا جايه بقى الافتتاح، هنشوف بقى ايه اللي هيحصل في المهرجان. يعني اول سنه عشان بس كله يفتكر هي كانت ايه، كانت السنه بتاعت 3 دقات. اختلاف جميل، اختلفت ازاي بقى؟ ما اعرفش انتوا قولوا. ثانك يو. اللوك الفستان جورج حبايقة، ستايلينج محمد أشرف، شعر سيلفيا، ميك اب ريهام خليفة. ميرسي قوي ليكم. اللي جاي أفلاطوني إن شاء الله مسلسل. ميرسي قوي.